تسريب خطوبة أسامة وشيرين، أحمد جربوع يرد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل ما نبلش في هذا الفيديو، اشتركوا بالقناة وكونوا جزء من عائلتنا ليصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كما عرفوا جميعا، امبارح كان بروبوزل أوسي وشيرين، وتوقعات الجمهور أن البروبوزل كان في برج العرب. أيضا والدة شيرين قامت بنشر ستوري لمنزلها. أيضا ما تم تسريب ولا تفاصيل عن البروبوزل، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتساءل وينون العرسان. وقاموا بوضع سؤال لأحمد جربوح، سألوه ليش هو ما كان في خطبة أسامة مروة. رد أحمد جربوح إنه مو معقول أوسي ما يعزمنا، ومبارح ما كانت الخطوبة وكان البروبوزل. كان عم يشرح لهم إنه بالبداية بكل بروبوزل، بعدين طلبة وجاهة لبين ما يوصلوا للخطوبة. وأكد أحمد جربوع أن اليوم راح يكون في فعاليات حلوة وراح يصور لهم، وتوقعات الجمهور أن اليوم ممكن تكون طلبة، خصوصا أنه غيت مروان راح يرجع لدبي ليكون مع صديقه أسامة. تركوا لي رأيكم بخانة التعليقات.